هل أهل الهوار الأهوار عفوا هم واقعيا ورثة الثقافة السومرية؟ بكل تأكيد يعني سكان الأهوار هم ورثة للسومريين والأكاديين، لكن دمهم مزيج من السومريين والأكاديين وسكان الجزيرة العربية، لأن عدد كبير من القبائل الموجودة في جنوب العراق هم قبائل جاءت من نجد، جاءت من اليمن بالقرون السالفة. لكن إذا نباوع للطقوس، إذا نباوع لمفردات اللغة، إذا نباوع لكثير من العادات والتقاليد، هي سومرية وأكادية بكل تأكيد. حتى اليوم طبيعة المضيف السومري، طبيعة بيت القصب، الحديث اللي يصير ببيت القصب، طبيعة الجلسة والنقاشات هي سومرية. حتى واجهة بيت القصب، الأعمدة، الأقواس، التزاوج بين الأعمدة والأقواس هي سومرية بحتة يعني. وحضرتك أنت شرحت لي أولا أنت ولد الأهوار، كيف ولدت أنت؟ أنا ولدت بطريقة غريبة، كانت أمي لدى أمي بقرتين وكانت تذهب أصبحا بعد إذن ثلاث أربع بقرات، وكانت تذهب كل يوم إلى الحشاش لجلب الحشاش، قص الحشاش وجلبها للبقرات. شعرت أمي بالمخاض وهي بالأهوار فولدتني على جزيرة، ومن ثم رجعت إلى البيت وفي زورقها الحشائش وولد صغير اسمه جاسم الأسدي. فأنا قد ولدت قبل 9 أشهر من الحمل بي، ولدت في الشهر السابع. لم تتوقع أمي ذات يوم أنها ستولدني في هذا الشهر، لأن في حساباتها أنني سأولد بعد هذا الشهر بشهرين عندما أكتمل 9 أشهر في بطنها، لكنني جئت إلى الدنيا 7 أشهر. يبدو أنني عجول على رؤية الدنيا وعلى رؤية الطبيعة. ما هي العلاقة بين الـ بين الـ بين الثقافة السومرية والطبيعة؟ نكتشف الطبيعة في طبعاً في الدين السومرية، بس أكو علاقة يعني إرفانية أو روحانية بين الطبيعة والسومرية؟ بكل تأكيد الطبيعة تحكي صورتها الجمالية الثقافية على السومريين والأكاديين، كما انعكست شكل العلاقة بين السكان السومري والأكاديين على الطبيعة. فالطبيعة دخلت في كل شيء مع السومريين، كان بناء المساكن من الطين، يعني من الأنهار، استخدام المياه والقش في بناء البيوت، أنظمة الري التي بناها السومريين تعتمد على المياه، المشاحيف وهي نفس المشاحيف التي نستخدمها اليوم بناها السومريين، وكانوا يجلبون القير من منطقة هيت في غرب العراق. حتى أن السومريون ابتدعوا باستخدام القير في بناء البيوت الحجرية أو البيوت من الطابوق، لأنه يتماسك مع استخدام الماتس، مع استخدام الحصيرة، فاستخدموا الحصيرة والقير في البناء أيضا بنفس الطريقة. فكما ترى أنه العلاقة مع الطبيعة هي علاقة وظيفية، أيضا علاقة تشغيلية، علاقة مزاوجة. وأن القصائد السومرية هي قصائد تتحدث عن الجمال وعن الخصب وعن الحياة وعن الماء وعن إبسو، عن 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 المياه المالحة والمياه العذبة، وعن فهي حديث عن الطبيعة وعن تكوين الطبيعة.